لتحيا الفرحة والبسمة النقية، وحتى نحيي هذه الفرحة في قلوبنا ونحن مقبلين على أيام عيد مشاهدينا، لابد لنا من الحفاظ على صحتنا، مقبلين على أيام عيد سيكون مختلف تماما عن كل الأعياد التي عشناها، ولكن من أجل سلامتنا ومن أجل صحتنا وصحة من نحب، نتمنى بالفعل الالتزام بكل الإجراءات وأهمها التباعد الاجتماعي. محطتنا دائما الأولى تجمعنا بخطوط الدفاع الأولى في هذه الجائحة. يسعدنا جدا وجود الدكتور راشد بن خلفان العبري معنا في الاستوديو اليوم، وهو أستاذ مشارك واستشاري أول أذن أنف وحنجرة من قسم الجراحة بكلية الطب والعلوم الصحية. دكتور راشد، نمسي عليك بالخير ومبارك لك ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل. مساء الخير وسرور لك أستاذ سهى والمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، مقدما بإذن الله بالعيد السعيد. الله يسلمك، شكرا. ودائما نربط كافة الأمراض بكل أنواعها مع جائحة كوفيد-19. دكتور، دعنا نتحدث أذن أنف وحنجرة، كيف تعاملتم منذ البداية مع هذه الجائحة؟ نعم، منذ إعلان منظمة الصحة العالمية في 11 مارس هذا الوباء كجائحة، قام المستشفى الجامعي الذي نعمل به باحتياطات ضرورية لازمة في هذا المجال، بما يشمل التخصص اللي نحن فيه الأنف وأذن حنجرة، بما فيها أولا تقليل عدد المرضى المراجعين إلى الحالات الطارئة في العيادات الخارجية، ثم أخذ الاحتياطات اللازمة في الوقاية في أثناء الفحص على المريض، أيضا فرز المرضى قبل وصولهم إلى العيادة عن طريق قياس درجة الحرارة وأسئلتها أخرى قبل أن يوصل الأطباء، هذا حماية للكادر الطبي أيضا وحماية المرضى. أيضا في أثناء العمليات تم تقليل عدد العمليات إلا في الحالات الطارئة فقط لا غير، والتي تستدعي عمليات في جراحة الأنف والحنجرة، وهذه الاحترازات أيضا بالاحترازات العامة، في احترازات شخصية للطبيب الأنف والحنجرة في العيادة بأن يكون يلبس أثناء الفحص الأشياء الواقية جدا، سواء كان الكمامات، غطاء الوجه، غطاء الرأس، القميص، بحيث يقلل من نسبة وأيضا القفازات، بحيث يقلل من نسبة نقل العدوى منه أو إليه. يعني على سيرة الإجراءات التي يتخذها طبيب الأذن والأنف والحنجرة، هناك بعض الإحصائيات دكتور التي تقول أنه أطباء الأذن والأنف والحنجرة هم أكثر الأطباء عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا، إلى أي درجة هذا دقيق الموضوع؟ نعم، هو دقيق جدا، لأنه طبيعة المرضى اللي يأتوا في الأنف والحنجرة هي عبارة عن أمراض في الفم والأنف، والفيروس يتواجد في الأنف والفم أيضا. نعم. فهذا أثناء الفحص بسبب انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ، أثناء الفحص هناك قد يكون رذاذ متطاير من المريض في الغرفة، وهذا قد يتواجد إلى مترين، وهذا أيضا يؤدي إلى تعريض الطبيب أو المساعدين الصحيين اللي معاه إلى مرض كوفيد-19. فهذا في العالم بسبب هذه الطبيعة وطبيعة أيضا وجود المرضى الزكام قد يكون يتواجدوا عند الأنف والحنجرة، مرضى وقع الحلق يتواجدوا عند الأنف والحنجرة، فالأمراض السخونة بعض الأحيان مش فقط السخونة العامة اللي هي الكوفيد قد يكون يربطوها بالتهاب في الحلق. نعم. أو التهاب في الأذن أو التهاب في التجاوف الأنفية، فيرجع إلى طبيب الأنف والحنجرة، لذلك هم معرضين بهذه الطريقة لأكبر عدد، لذلك أول قد يكون طبيب توفى من كوفيد في الصين في يوهان كان يجري عملية للمريض، فثم بعد ذلك بعد العملية أصيب، انتقل المرض من المريض إلى الطبيب فتوفاه الله، ومن ثم ذلك عدد آخر من الأطباء أيضا في الصين، في إيطاليا، في بريطانيا، كان من أوائل الناس اللي هم يعني توفوا من بسبب قرب المريض أيضا أثناء الفحص للطبيب للمريض، المسافة قد تكون قصيرة. أيضا بعض اللي نعمله احنا فحوصات مثل مناظير التنظير في العيادات، أيضا هذا أيضا ممكن ينقل العدوى بحيث أنه يكون قريبين من الأنف وقريبين من الحلق، فهذا التنظير ايضا قللناه في العيادات الى الحالات الطارئه، ما اخذ الاحتياطات اللازمه ان يكون في غرفه يعني منعزله، وان يكون ايضا هناك واقي للمنظار
بحيث لا يتكرر العدوى من مريض الآخر مع أخذ الوقاية الأخرى. نعم، يعني نسأل الله لكم السلامة أطباء الأذن والأنف والحنجرة مع هذه الجائحة ومع كل هذه الإحصائيات التي تشير إلى أنكم أكثر عرضة نتيجة الأعراض. سأعود لك دكتور، وسنتجه مع المشاهدين بإذن الله تعالى في هذه الدقائق إلى كذلك ربط مباشر مع الدكتور أمين بن سالم رطنة، وهو رئيس قسم مكافحة العدوى وخدمات التعقيم بمستشفى السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا سهى، حياكم الله. يا مرحبا فيك. كيف أول شيء الأجواء عندكم في صلالة دكتور؟ والله الأجواء طيبة طبعا. الجميع الآن ليس له حديث إلا عن الجائحة، أعاذنا الله منكم ومن جميع الشرور إن شاء الله. نعم دكتور، مستشفى السلطان قابوس بصلالة وأنت رئيس قسم مكافحة العدوى وخدمات التعقيم، كيف تعاملتم في المستشفى مع هذه الجائحة؟ ونحن نربط معك بشكل مباشر من هناك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على هذا اللقاء وأسأل الله العظيم لنا ولكم أن يبعد عنا هذا الوباء وهذا البلاء. منذ بداية هذا الوباء في العالم تمت إجراءات متبعة في مستشفى السلطان قابوس بصلالة في مواجهة فيروس كوفيد 19، منها وضعنا العديد من الخطط المرتبطة بآلية استقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بالمرض في المستشفى. تم إنشاء مركز معينة أولي مبدئي لعملية فرز المرضى ومعاينتهم قبل دخولهم المستشفى بهدف فصلهم عن المرضى الآخرين الذين ممكن أن يشكل نقل عدوى لهم. أيضا حددنا أقسام خاصة لعزل الحالات المشتبهة وأيضا أقسام أخرى لعزل الحالات المؤكدة إذا احتاجت بعض الأحيان الضرورات الطبية ترميمهم في المستشفى. عملنا بعض الآليات في استقبال المرضى المحولين عن طريق المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية. تم تعيين أيضا فرق طبية وطبية مساعدة وفنية وداعمة لعملية التعامل مع المرضى بهدف تخفيف الضغط على الفئات الطبية بشكل عام. ومن جهة أخرى بعملية التحكم في عملية أو تقليل احتمالية نقل العدوى في داخل المؤسسة الصحية. جميل. طيب دكتور، يعني بعض الأطباء أو بعض المرضى تحديدا أصبح لديهم تخوف من زيارة المستشفيات بشكل عام، كيف هو إذن الوضع في صلالة وزيارة مستشفى السلطان قابوس بصلالة؟ لو تكلمنا مبدئيا عن الوضع الوبائي بمحافظة ظفار بشكل عام، طبعا إلى الآن منذ بداية الجائحة وحسب بيانات وزارة الصحة تم تسجيل 20 حالة في محافظة ظفار. من هذه 20 حالة تم 13 حالة للشفاء ولله الحمد، ولا زالت 7 حالات تحت المتابعة اليومية وهم في حالات مستقرة ولله الحمد. طبعا منذ بداية الجائحة قللنا يعني عملية مثلا التقييد في المستشفى، عملية متابعة في بعض العيادات، ولكن هذا لا يمنع من أن الشخص المريض الذي يضطر أن يأتي المستشفى لأي داع صحي لا يمنع ذلك من زيارته المستشفى وحتى أي عيادة صحية. نعم، نحن طبعا نشكر لكم هذه الجهود دكتور، شكرا جزيلا كذلك على وجودك معنا في هذه الدقائق وهذا الربط المباشر من صلالة. شكرا للدكتور أمين سالم رطنة، رئيس قسم مكافحة العدوى وخدمات التعقيم. أعود مرة أخرى لك دكتور راشد مجددا، وكنا نحاول الربط بين جائحة كوفيد 19 وبعض الأعراض التي تصيب الناس في الأذن والأنف والحنجرة. طيب دكتور، الأعراض الكوفيد 19 دائما يكاد يعني أنها تكون مختلفة من شخص إلى آخر. البعض أساسا عنده حساسية دائمة في الحلق أو حساسية دائمة في الأنف أو رشح دائم بالأنف،
فيفكر أنه هذا عرض عادي فلا يتجه إلى الطبيب أو يتجه إلى الفحص. كيف من الممكن أن نفرق وأنت طبعا متخصص يعني في هذا المجال؟ طبعا نفرق من خلال قصة المريض لما يجينا نسأله إذا هو عنده قصة سابقة من الحساسية، أيضا نحط في بالنا هذه النقطة، لكن أيضا نسأله عن أشياء أخرى منها ارتفاع درجة الحرارة كما هو معروف، الأعراض الأخرى اللي هو الوهن في الجسم، أعراض في الحلق، فهذه قد تكون تفرق بين الحساسية العادية اللي هي عبارة عن الرشح اللي هو العادي، سيلان والعطس وانسداد الأنف الغير مرتبط بكوفيد. لكن أيضا قد تكون هناك اللي هي فقدان حساسية الشم المباشر، بمعنى أنه بعض الناس ما عندكم فقدان حاسة الشم ففقد حاسة الشم وأيضا تغيير في الذوق، فهذه بعض الأعراض التي تم الكشف عنها مؤخرا أنها مرتبطة بكوفيد 19، لأنه حتى في حالات في بريطانيا في إيطاليا في أشياء أخرى هذه الحالة ظهرت أنه فقدان الشم، وفقدان فقط يجيك المريض عنده فقدان الشم وأيضا تغيير في الذوق، فنعامله معاملة كوفيد 19 إيجابي حتى يثبت غير ذلك. نعم، لأن هذه الحالات يعني العادية اللي تجينا مثل الحساسية اللي ذكرتيها أساسها هذه ممكن نفرق فيها من خلال قصة المريض وأيضا من خلال التعاطي مع المريض. نعم. إذن هي أعراض مختلفة. ختاما دكتور، يعني هل اكتشفتم أعراض جديدة مثلا مرتبطة بكوفيد 19 من خلال تعاملكم مع المرضى؟ قبل قليل كنت تتكلم عن حاسة السمع أو عفوا حاسة الشم، أن الشخص يفقد حاسة الشم والتذوق، لكن هل في أعراض أخرى أيضا استطعتم ربطها؟ نعم، هي هذه أكثر شيء في مجالنا الأنف والحنجرة، حاسة الشم وتغيير التذوق. لذلك في مجالنا الأنف والحنجرة حول العالم في أمريكا وبريطانيا سووا مجموعات لعملية دراسة هذا الشيء حتى نفهم هذه القضية، لأن حوالي يمكن 60% من الحالات اللي عندهم إيجابي كوفيد قد يكون عنده فقدان حاسة الشم والتذوق بالإضافة إلى الأشياء الأخرى، لكن حوالي ممكن 30 إلى 40% من الحالات التي وجدت حاليا فقط يجي عيادة الأنف والحنجرة بفقدان الشم والتذوق. فهذه دراسة حين نعملها مع مركز عالمي في أمريكا وفي أوروبا لمعرفة عدد المرضى بصفة يعني بصفة إيجابية عندهم كوفيد وأيضا عندهم فقط كان فقدان حاسة الشم، وهذا عبارة عن نعمله في حول العالم معاهم إحنا في عمان إن شاء الله في الحالات. جميل. لنعرف حتى أيضا الحالات العمانية هل هي نفس الحالات الأوروبية في هذا المجال فقدان الشم وحاسة التذوق أو في تطابق، وهذا أيضا رح يكون إضافة للدراسات العالمية تقدموها من خلالكم دكتور. إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم الدكتور راشد بن خلفان العبري، أستاذ مشارك واستشاري أول أذن أنف وحنجرة بقسم الجراحة بكلية الطب والعلوم الصحية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا أستاذ سهى، شكرا على هذا اللقاء.